الثلاجة الجديدة توينز لإيريس تلبي كل حاجياتكم. راني حابة ناكل لاكخيم. في كل وقت تقدروا تبدلوا اتجاه الأبواب. والو يا ماري مرحملينا ما كان حتى واحد. ما عندي شوية قاطو. هاني استبدلت البلاصة. ماني قاطو لينا. الو واش دخلتو؟ ايه ماما دخلنا. هاي درت لكم موسو شوكولا نصيبوها في الفريكو. وي باي ماني. توينز تقدروا حتى تفرقوا على زوج. ماني لا موسو شوكولا نتاع ماني. وهذا باش يردي كل افراد العائله. إيريس علامة الجودة. يا قوم هذا البرنامج برعاية إيريس. إيريس علامة الجودة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أرحب بكم مشاهدي الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج هكذا حفظت القرآن الكريم. وفي هذا الشهر الكريم عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. نتقاسم معكم نفحات القرآن الكريم وفي هذا البرنامج القرآني لنحفظ سويا كلام الله تعالى ونقدم لكم أهم الدعائم والتجارب التي تساعدكم على حفظ القرآن الكريم. من كان يقول بأن حفظ القرآن وجب أن يكون في سن كبير فقد رأى الطفل الصغير يحفظ، ومن كان يقول أن الحفظ في سن صغير فقد رأى العجوز تحفظ، ومن كان يقول بأن حفظ القرآن وجب عليه أن يكون الإنسان متكامل في كامل جسده فقد رأى المعاق يحفظ القرآن الكريم. هذه النماذج التي نقدمها لكم مشاهدي الكرام هي تشجيعا لكم لكي تلتحقوا وتلحقوا أولادكم بدور تحفيظ وتعليم القرآن الكريم، فأرجو أن تبقوا معنا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فتح الله عليك يا بني، يبدو أنك حافظ ما شاء الله عليك. أحسنت أحسنت. شكر قناة الشروق اللي قامت هذه المسابقة لتشجيعنا وتحفيزنا، وكذا الشيخ الفاضل الهبري عيوني بفضل مجهوداته وأبواي اللذان حفزاني كثيرا لحفظ كتاب الله. كلكم تتذكرون الصوت الجبلي عجاج محمد الأمين ابن الجبالة بولاية المسيلة. هذه الولاية التي اكتشفنا في هذا الموسم أنها ولاية القرآن الكريم خاصة في المناطق الجبلية. محمد عجاج سار على نهل أبيه فاتبع خطواته لأن أبيه كان إمام مسجد وهو الآن يؤم أيضا الناس في صلاة التراويح، نظرا لطلبات الناس على أن يكون محمد إماما لصلاة التراويح لصوته الجبلي المتميز. محمد عجاج كانت له مشاركة قوية في مسابقة مزامير داود تفاعل معها العديد منكم. نتعرف على حياته وعلى رحلته مع القرآن الكريم وكيف حفظ القرآن الكريم في هذه السن الصغيرة. أيضا نتعرف على عادات وتقاليد ولاية تلمسان في شهر رمضان المبارك، فتفضلوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا تبدا حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
أحفظ القرآن الكريم كاملا، وشاركت في الطبعة الثانية لمسابقة مزامير داوود. ختمت القرآن الكريم سنة 2016. كنا نسير على برنامج، فأول شيء نقوم به تكرار على انفراد، وبعدها نشرع في حفظ الثمن، وفي الآخر نقوم بالتكرار الجماعي. والله شعور تجد الكلمات عن وصفه، لأنه قد من الله علي وجعلني أحفظ كتابه، وتم فضله علي بختمه. اكتشفته في سرعة حفظه، وهو كان من الأوائل الذين ختموا القرآن الكريم، حيث لم تمر عليه إلا 5 سنوات وهو حافظ لكتاب الله عز وجل، رغم صعوبة الدراسة في المدرسة وكذا في القرآن الكريم. فاكتشفت عنده حب القرآن الكريم، ولم يغيب ولا يوما عن المدرسة. شاركت في عدة مسابقات ولائية في حفظ القرآن الكريم، في 15 حزبا و30 حزبا و60 حزبا، وكذا في المتون العلمية والأحاديث النبوية، وكذا في مسابقات وطنية، حيث تحصلت على المرتبة 3 وطنيا في الأسبوع الوطني في العاصمة، وكذا المرتبة 4 وطنيا في رمضان سنة 2017. أجمل ذكرى كانت لي في مزامير داود هي وقوفي في المنصة أمام لجنة التحكيم الذين كان لهم مستوى عالي وراقي، وتعرفي على جميع الطلبة من كل ربع الوطن. كان إمام بدا يعلمها شوية في صغر، يعلمها شوية حفظ القرآن، مي عاود حبيت دخلتها للجمعية أنا باش كيمشي عند الشيخ نتاعو، يعني يتواصل يحترم الشيخ نتاعو ويقرأ ويحب يحفظ، زعما أحسن مع أكثر على الوالد نتاعو، على خاطر شوف القراية يخرج مع أصدقاء، يمشي للجمعية من أصدقاء، يعني يحب يحفظ تما معهم أكثر. الإبن نتاعي محمد الأمين كان يقرأ عندي في صغاره، علمته القراءة، أحفظ عندي حزب ولا زوج. أي من بعد اتصلت بالشيخ السليبري وتحيقر عنده في الجمعية، أحفظ القرآن كاملا على شيخه السليبري عيوني. كنت نشجعه بأي طريقة، يعني ماديا ولا يعني الحق، هو روحه مطيع زعما كنقول له رحت تقرا يمشي، ما يقولش لا، كثر ما تقريبا ما يقولش لا، ما يحب من صغره القرآن، يحب القرآن، يعني ما جبتش أي كما قال صعوبة فيه. نهار ختم القرآن، نهار دي ختم القرآن الجمعية، داروا حفل كبير، داروا طعام، يعني كل العائلة، يعني جوارين، كل يعني أصدقاء الجمعية، يعني الشعب ما شاء الله داروا حفلة كبيرة، ما شاء الله حفلة كبيرة. واحد الشعور ما شاء الله، واحد الشعور كبير، واحد الشعور كبير، حال فرحة كبيرة، وانا عارفين الشيء اللي عملنا، وهو حتى مع سيدي ربي يوم القيامة يشفع لنا، يشفع لوالديه ويشفع للأربعين من العائلة ديالو، احنا نخمو عاود مع سيدي ربي. الشعور ديالنا الفرحة في الدنيا وفي الآخرة، شرفنا بزاف. ما قدرتش نوصف الشعور تاعي ذاك اللحظة، ما شاء الله. كل أم تتمنى ابنها، كل أم والله بنتها تحفظ كتاب الله، ما شاء الله، اللي كل أم تحب تفتخر بابنها ولا بنتها، يعني قراءة القرآن ما شاء الله. كنت فكرة لبس تاج الكرامة، أحس بفخر كبير، أي أم تتمناه، أي أم تتمناه،
أي أب ولا أي أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولوا عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. مزامير داود ما شاء الله كل خميس نتبعوا هذيك الحصه يعني كل 29 نتبعي الحصه تاع اذاعه الشروق سرت مزامير داود اللجنه التحكيم يعني نصائح في المستوى نصائح يعني باش يزيد يتحسن دي كان يغلط زاد يتحسن ماك الساعه تحي يبحث يقرا بالتجويد والاحكام كان يعني هذاك صحيح تماك الساعه عاد زاد يتقدم في القراءه زاد في احسن في الدراسه اللي شارك قناص الشروق والحصه نتاع المزامير داود شرفتنا بزاف ماشي لا شويه شرفتنا واحد الشرف ما شاء الله. تفضل بسم الله ها هو اذان المغرب بسم الله. ما حق ما اي صعوبات ما جبرناهاش معاه كي نقولوا له قوم تقرا للجامع حق عنده واحد المحبه ما شاء الله ويقوم بالجري يتوضا ويصلي ويلبس الكسوه ديالو ويمشي احسن سولي ما نقول له امين فين راه تقول له ودي مشى راه من الجمعيه يقرا القران تقول لي مشى حق زعما ما شاء الله السلوك ديالو حق الحمد لله. دكتور في الشريعه دكتور الشريعة الإسلامية اسمع يكون عالم من العلماء إن شاء الله العاملين من إن شاء الله يكون من العلماء العاملين كان سريع الحفظ وكان الصوت في المستوى قراءة القرآن أي بالصغر ديالو بلي أمين يكون إن شاء الله من حفاظ القرآن الكريم من حفظة القرآن الكريم الصغر نتاعو زعما ربي وهبوا هذا حب قراءة القرآن وحب المساجد وحب الصلاة من صغاري شفنا فيه زعما الحق ما شاء الله ما شاء الله واحد السلوك ما شاء الله. أنا أطلب من الأمهات كامل يشجعوا أولادهم في حفظ القرآن يعني القرآن ما شاء الله يعني القرآن حفظ كتاب الله يعني يرد الإبن يعني في الطريق المستقيم في المستوى في الطريق المستقيم يعني ما شاء الله القرآن رائع يعني الإنسان ابن يخرج صالح
صح الاب انت كيما انا بدا بهم يعبي الاولاد يقراوا القران يحفظوا القران يعلموا اولادهم الاحكام التجويد يعلموهم ويربيوهم وين القران مربي القران في القران مربي هو اللي يربي الاجيال ويربي ولادنا القران ننصح الاباء كما انا بدا بهم يقريو ولادهم قراءه القران يقريوهم انصح نفسي وجميع الطلبه بالكد والاجتهاد في حفظ القران الكريم والتدبر في معانيه واتقان احكام التجويد في القران الكريم له فضل كبير في تربيتنا وارشادنا فبه ننجو من شهوات الدنيا ونكون في زمرة الصالحين وبه ننال حب الناس ورضا الله سبحانه وتعالى ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إذن مشاهدي الكرام بهذا وصلنا إلى أن نختم معكم هذا العدد من هذا البرنامج، كنا تعرفنا فيه على البرعم عجاج محمد الأمين وحياته وقصته مع القرآن الكريم. نأمل بحول الله تعالى، نأمل منكم مشاهدي الكرام أن تكونوا قد استفدتم من هذه التجربة القصيرة لمحمد الأمين، وأتمنى لمحمد الأمين كل التوفيق والنجاح في بقية مشواره مع القرآن الكريم. تم الكلام وربنا المحمود ما غن قمري وأورق عود. لكم مني أسمى التحيات وأطيب التماني، صح أفطركم وإلى الملتقى بحول الله تعالى.